ثلث فرملان 20/5/2012 آثار القصف العشوائي العنيف في قذائف الدبابات على المنازل المدنية في الهند. السلام عليكم. قصف أحد المنازل المدنية الأعزاء من ناحية احتراق المنازل. القصف العشوائي العنيف. هذه هنا وقعت قذائف الدبابات في بلدة سرمدا أثناء القصف العشوائي العنيف الذي استهدف منازل المدنية الأعزاء وذلك في خرق الموابق لمبادرة كوفي عنان. سقط الكون حتى الآن بذلك على منازل الأطفال والنساء. هذه آثار الدمار في بلدة سرمدا.